جزاكم الله خيرا. هل يجوز التوكل على الإنسان مع الاعتقاد أن الله بيده النفع والضر؟ توكل نوع من أنواع العبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. فلا يتوكل الإنسان على المخلوق، وإنما يتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن يجوز للإنسان يوكل، ما هو بيتوكل، يوكل شخص، يوكل شخصا في أن يقضي له حاجة، هذا يسمى توكيل ولا يسمى توكلا. توكل الاعتماد بالقلب على الإنسان، هذا لا يكون إلا بالله جل وعلا. أما التوكيل وهو التفويض والإنابة فهذا جاهز للمخلوقين وليس من الشرك.